السلام عليكم. اليوم نعود مرة أخرى إلى مشروع المعبر الحدودي بين يعني الجزائر وموريتانيا، واللي الأشغال تقريبا انتهت، وإحنا الآن رأنا أمام يعني منشأة رائعة يعني تضاهي أجمل فنادق نتاع مراكش في الجارة الغربية. إذن شيء جميل تكون عندنا مثل هذه يعني المنشآت اللي تساهم في تطوير التبادل التجاري بين الجزائر وموريتانيا، وتقوي الأواصر نتاع الأخوة بين الشعبين. نترككم تتابعون، والسلام عليكم. Thank you.